هيئة عمود فونديشن أو هيئة سمافلا أي واحد أي لبع البيوت كهير جلي سيد دجان كفي قيادا ومدوين كيود بيد دوينه هدجان كاسي أي سي بلارن وقع بنين بيلا أن كشرتا وحنا عبشد وداسي كجواب تي هيئة سمافلا أي عمود فونديشن وحنا هل كاسي كهلا إسلامر كاسي نكور رماي هولي هي أي وقلن سيدي أي دت كني وهل لها ينبيا سيفيسن دوميها جود أي هيئة عمود فونديشن بروفيسور محمود فارح عقال وحنا كمي ده هذا الذي سي. وعيسون صدق كله الكاسيك عضلي دوميها هي أدى عمود فونديشن إيجيز كأفريكا عبد الوهاب عيجة أحمد يقار كم إذا دوينا هديجان كاسيو صور دويجي لبدن يعربيوت إيه هي أدى عمود فونديشن أوف ليسي دوينا هسي لقاس واحد كوب بيجان تاع حلي بري ويمدي الظروف تاعنا جه كاكي تاعني هي كوب بيجني أنا كده هوك في عيدو فيها القيوم كا بلي هذا كا وضك عرف هذا جيال ضروري كنت هذا ورد كسر جورتي وقت كعبي دم عيب ما كسر جينا وراجل معه ما كسر geesta kale gudoomiyaha guud ee hay'adda Amud Foundation iyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal waxa ay si wada jir ah u dhagax dhiseen qayb cusub oo lagu dari doono MCH ka ku yaala deegaankaasi runtii waxaan leeyahay MCH kani waa buur dhexdeed weeye maadaama meel qorfaa dhexdii ku dhixiyay xagga wasaaradahan annaka waxa sanadka cusub noogu jira in MCH كان كقر مرنا. عشان يروح وبان تاي إن الكربيو ولا بدأ مكسين هذا تسين ما هو خوطر. عن قبل أن قال مر كان بيها دم إنه بإذن الله إن إن MCH كره كربين دولا. مر كان ما أنت أنك واحد نو فرحدة دتك ولا الله هي ما ش شبكة ده تلفزيون كان نقدر جي سنة ما شاشة ده نقدر جي سنة هي واحد قبتين وصاركتين على شيء وصاركتين. لبدي علم أنا ده نوسو بيتين ونسو جاسين دتك أنا كمر خاطي فريدون. لكن سد اسمه هاسي وحنو بلوني وما تود راح دينا أنا كوا كوكرسون إله سبحانه وتعالى أنا كوا كوكرسون إن دتك سو ماليات أما دتك سو مالنا لما دتك كرير أو لما دتك كرير سلف إن سو أجيب دورا سو سو أجيب إن بيهاس in 2016 هل كان أي نقود أنت MCH in إيو إلا اللي جو دتك أو مكرنا سعي نقود أنت هوسبيتال كاسين أدب بيجو ما تيجي نتيجة هو شان نصب المليون wax badan baan ka sugeynay halkani waxay noqon doontaa lixda xarumood ee degmada Sayla ay ka wada bisha cas iyo inay xiriiriso geerisa fadhixun iyo boon sagaalka MCH bay center u tahay halkani waxaan rajaynaynaa maadaama aan boorama u jirno 8 km baan boorama u jirnaa amiga Sayla ana waxaan u jirnaa 200 km marka halkani inay xarun iska noqoto hospital waa wax laga marmaan ah waxaan noo qabtay ilaahay waxa alle ka dooniyay ma ilaahay u bareyna ee weli waxa ay noo qabtay weli in kala nala si daba joogtana ilaahay cimrigiina ninkana ha dheereeyo isku soo wada duubo hay'adda Amud Foundation ayaa noqotay hay'adda kaliya ee ka jawaabtay cabashooyinka ka jiray deegaanadaasi waa Axmed Faarax Barqaad Axmed Barakaaleed shabakada caalamiga ah ee cadceed.com magaalada Burma